والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. بداية أشكركم على هذه الجهود المباركة وعلى هذه الوقفة التضامنية مع والدي الأستاذ عبد الرؤوف الشاير الذي ضحى وكرس حياته من أجلكم ومن أجل مطالبكم ومن أجل حقوقكم المشروعة، والذي عانى في السجون لأكثر من 10 أعوام بين البحرين والجزيرة العربية، والذي تهجر بين سوريا وبريطانيا، وها هو اليوم ضحية في سجون المهجر مجددا يواجه الغربة والسجن فقط من أجل حقوق ومطالب أبناء شعبه. أحبتي، إن طريق النضال طريق شائك وصعب، طريق خطير وواعب، طريق يتطلب التضحية والتعب، طريق إذا سلكه الأحرار يهتفون بشعار لا للتراجع. فلنكن على يقين إننا إذا سلكنا هذا الخيار المشروع سنكون مستهدفون من قبل الأنظمة الجائرة في الداخل أو الخارج، ونحن لا نخشى هذا الطريق، ونؤكد لكم سنبقى على هذا النهج الذي سلكه شهداءنا الأبرار، والذي وعدناهم بأن دماءهم الزكية الطاهرة لن تضيع. يعتقدون أن الشايب والأحرار يخشون السجون، وأن هذه التهم ستخمدهم وتثبت عزيمتهم، ويعتقدون أنها ستوقف حراكهم ومطالبهم. ونقول لهم: فلتكونوا على يقين أن هذه التهم تزيد من إصرار الشايب وتزيد من إصرار الشعب على مواقفهم، وتزيد من قوتهم وإرادتهم وثباتهم وعزيمتهم وإصرارهم على نيل الحقوق المشروعة. نحن كنا على يقين أن الشعب البحريني لن ينسى من وقف معه، سواء كان الشايب أو غيره، ومن ضحى لأجله. وكنا على يقين أن الشعب لن ينسى الشهداء ولا المطاردين ولا السجناء ولا المهجرين ولا المفصولين عن أعمالهم، ولن ينسى أي ضحية من ضحايا النظام الجائر المتكبر المتغطرس الذي يريد فرض قوته وهيمنته من أجل إخماد صوت الحق. نقولها يا شعبي الأبي، شكرا لكم. إن زيارتي لأبي ما كانت إلا درس في الصمود والعزة، وما رأيت في عينيه إلا الكرامة والإباء، وما سمعت من كلماته إلا الإرادة والثبات، وقرأت في معانيها النصر الخريف. أحبتي، أيها الأحرار، أيها الأبطال، أيها الثوار، أيها المناضلين، أيها الشعب الأبي، إن سلام والدي وتحياته تصلكم جميعا من غير استثناء وإلى جميع أبناء الوطن الأحرار. وكما عودنا دائما في إطلالاته على شاشات الإعلام وفي المقابلات والمسيرات والاعتصامات، يبدأ كلماته بتحية للثوار ويقول: بسم الله الواحد الأحد، وبشعار الثوار للأبد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد.